عراقي هلا يا صاحب النخوة عراقي غيور غيرتك حلوة يعني <applause> 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 <يستاهل صفاة. تصفيق> نهديها صفا يستاهل صفا اليوم صفاء يعني كان تعبان شوي فلهذا ما قدر يحكي هواية فيعني مبين عليك جمعة مباركة عليك ورفعت راسنا ايه اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بك رقية واهلا وسهلا صدفة جدي سيمور وستار رجعنا التقينا <applause> اثنيناتكم قريبين من من القلب الله يسلمك واثنيناتكم ما شاء الله شقيتوا طريقكم وناجحين والناس كلها جزيلا. تحبكم اتمنى الموفقية لأغنية الجديدة ويا رب يوفقه ان شاء الله لاخويا سيمور حبيبي مشتاق له انا صار لي هواي فترة منه ما شايفه يلا هو موجود بعمان <applause> ايه يلا نوجه له تحيه اكيد سد شاهد البرنامج ان شاء الله. ايش راح اقول؟ انت طلبت مني فتشي قبل فتره وانا كنت مريضه وما سويتها ها؟ قال لي تا... بهيبتك يا عراق ايه. بهيبتك يا عراق <applause> <applause> هذه الاغنيه ان شاء الله هي من كلمات المبدع ضياء الميالي والحان المبدع علي بدر وتوزيع الموسيقار حسام كامل مم. اغنيه متكامله مم. مثل ما تعرفين شاعر وملحن وتوزيع مم. نفذنا الاغنيه بدبي نعم. والاغنيه ان شاء الله جاهزه مم. من انتاج اللي راعي على هذه الاغنيه الاستاذ مم. رجل الاعمال الاستاذ لا نعم مو شركه يعني لا اه السيد عمار الحمداني طبعا مم. يعني وقفات اعمال الخيرية ما شاء الله يعني آه واصل صيته يعني تمام يعني واحنا دايما نقول انه قله الفيديو كليب لك او سمر نعم. او اي فنان آه هي التكاليف يعني تكاليف يا إيه اما يخضع شروط شركه هو اقترح علي ايه. الموضوع انه نشتغل عمل احنا وطني للعراق ايه. واغنيه آه يعني بيها رساله حلوه تكون بها رساله محبه وسلام الى كل العراقيين مم. فان شاء الله الاغنيه راح نكمل تصويرها نا. خلال يعني هالفتره هذه من تكمل لو و... انت منتظر المناسبة وشي يعني لا لا بالعكس الاغنيه يعني بدنا نشتغل عليها مم. ان شاء الله هالفتره يعني تكمل وتكون جاهزه و... مم. واول بث راح تكون مم. من خلالكم اكيد فأنت طلبت من كل اصدقائك الاعلاميين <applause> والفنانين يعني إنو... ما و... إنو... يعني هذا الشيء احنا بلدنا يسوون أه يعني دعايه بهيبتك ايه يا عراق اي بهيبتك يا عراق ظلت الناس تسال يعني كلها بهيبتك يا عراق ايه بحيبتك بحيبتك بس راح تشوفون مفاجاه حلوه ان شاء الله مفاجاه حلوه بهيبتك ايه يا عراق ايه بهيبتك يا ايه ان شاء الله دائما يظل بهيبته اكيد إن شاء العراق لا. دائما هيب هيبه واهله وناسه دائما هيبتهم مم. مفروضه على كل العالم مم. ولهذا نقول احنا الصوره اللي نشوفها اليوم في بعض مدننا بعض محافظاتنا نعترض عليها، ليش؟ انه نريد هبة العلاقة تبقى مثل ما هي تبقى تبقى ان شاء الله تبقى رغم الظروف اللي احنا دنمر بيها ودشوفين تشوفين يعني يعني المشاكل والحروب اللي دتصير علينا يعني نعم. متتاليه يعني مم. وحده ورا الاخ يعني تصير بس بقى. العراقيين تشوفيهم دائما انهم متفائلين واصحاب عزيمه شفت و... احنا قاعدين و... يعني بنحكي عن هاي نعم. صفاء صفاء صح أيوة والله ف... يعني, يعني شنو هالفرحه أيوة هاي أيوة يعني واحد ايش قد حلو من الشوفين علم العراق انه مو صحيح يكون أبطال الاول اي أيوة ويا ابطال هزمهم و... وشوف هو حلم شخص يعني من عشر سنين هو يتدرب على حاله يشتغل على حاله ترك المدرسه حتى يحقق حلمه واخر شيء يتدرب في مكان يعني يقول مبرده ويعني المهم تفاصيل عرفوها الناس طيب شنو بعد حبتك يا عراق يعني الاغاني اللي تحضرها والله مثل ما تعرفنا نزلت الأغنية الأخيرة أيه عشق مجنون, مجنون حققت نجاح الحمد لله أنه لحد الآن هي واصلة مشاهدتها تقريبا آه عشرة مليون أيه آه الحمد لله مم آه قليل على اليوتيوب قليل قليل <تصفيق> <تصفيق> قليل 10 <عشرة> مليون <applause> فالحمد لله أنه حبوا هذا الستايل الجمهور قدمت اغنيه عافيتي عافيتي بعد عافيتي عافيتي مم. نزلت هاي عشق مجنون مم. وان شاء الله مستمرين باعمال احنا انا اهم شيء انه اركز انه يكون الكلام مم. كلام مفرد. ما يكون باساءه او مم. ما بيتلوث سمعي <applause> اي يعني يكون آآ آآ غير لائق بالمستمع العراقي نعم. لازم إن ننظف الاغاني العراقيه يعني مم. مثل ما تعرفين أيه هواي اغاني طبعاً. صارت هاي الفتره الاخيره فيها مفردات للأسف. مفردات يعني ما تليق يعني أيه. بالفن العراقي تمر علينا مريحه هيك بدينا والله ندور هيك صح لا ولا لا؟ صح. صح فانا جي قلت له قلت له بسيطه ومعتمده يعني بسيطه ومعتمده على وسامتك قال لي ايه يعني تعترف <applause> طيب ما سمعنا من هبتك يا يعني؟ عراق لو لا هذه اريد يعني تكون مفاجاه اه طيب وعشق مجنون <applause> <المصر> مجنون عشق <applause> مجنون صارت بالمصري مجنون صوتي لا اريد آه نسمعها منك اللايف هنا اه اوكي وعشقتك عشق <applause> مجنون ويا عاشق عشقي عشقي وهوتك لأن حبك نصيب بدنيتي وحقي وإذا طال طال وطال طال العمر بينا أظل ذاك أظل ذاك ليفديك بنظر عينه وعزفتك عزفتك لحن بالروح واقول النبض نبضتي عشقتك عشق مجنون ويا عاشق عشق, عشق عشقي <تصفح> 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 والله ليش يعني غلطت يعني جبت لا لو بضحك لان انا شوي غلطت ليش هيك ستار؟ عشق يعني مجنون اي اوكي مو صحيح؟ اي هسه تم ها بس انا عرفتك انت هيك يعني يعني من تلزمها على الواحد تلزمها شرير انت لا لا بالعكس مع الاسف كان طلعت لك فد هسه بس فراس يعني ما دايس يسعفني فراس وياك ضدي فروسي لا اقول له طلع شوف <applause> الفيديو مال جهالي جهالي يعني بس علي <applause> إيه جهالي <تضبع> جهالي هو يمكن الفيديو الوحيد نعم اللي بين انه ستار يعني بحس فكاهي بعد ما شفنا ولا قبل شفنا نعم والله هو صار صدفه هذا الفيديو انه رايحين للجيم انا واخوتي ف طلعت هذه الاغنيه جهل <تصفح• تصفح>. <applause> اوين لا <applause> <applause> لازم يطلع لازم يطلعها مثل ما هو ضحك اي <applause> ف... رايح أه إيه. اثناء احنا ما نروح فشغلها اخويا علي انه شغل مم. الاغنيه قلت لهم لحظه خلنا نسوي هذا الفيديو وانتم ختلوا اي ابو هذول اختفوا ماكو <applause> وين راحوا ما ادري قلت يلا اوكي فقلت له سيف التعود يعني انت تحكي يعني انت لبسنج اي اي صورنا وهذه يعني شفنا عادي فيديو عادي نزلت سناب قلت سناب يعني يوم واحد وراها يروح ما انه متوقع <applause> انسحب الفيديو وانتشر بكل الجروبات وكل الصفحات بس الناس تفاعلوا بيه بطريقه ايجابيه ايجابيه اي انا يعني كنت خايف انه لا يعلقون ها بس الحمد لله اي اقول لك هي من النوادر انه انت تظهر بشكل يعني بهذا إيه أنا الشكل كل أنا او شيء حذر حذر بهاي الامور حذر, حذر إيه إيه الله إيه يساعدكم إيه انه ماكو شيء حتى هاي الثواني اللي بالسناب محسوبه عليك اي طبعا انه لازم مم. ترتب لها ولازم تحسب حساب ولازم كذا فانت حتى مقلب بهكذا اشياء يعني تتعامل بحذر, إيه بحذر مع نعم. منصات التواصل الاجتماعي اي يعني لازم الواحد يتعامل بحذر نعم. خاصه إن يعني الجمهور ما يرحم خاصه نعم. يعني اكو اغلب الصفحات هسه يعني مم. يدورون الزله على, على مم. الانسان اللي صحيح. دائما يعني تواجده بكثافه على السوشيال ميديا وعلى الاعلام اه. وال هو لحظات وتروح لحظات وتروح احنا نحن نقول للناس إن انه تروح إيه مو يحتفظون بها وبعدين إيه يطلعوا لك اياها او يخلوا لك اياها على كنت اتمنى هذا الموضوع بس, بس <تصفيق> <تصفيق> انا بعد شي حزن انا بطلت يومي مهددتهم ووقفت صدق؟ اي لانه إيه؟ اكو اشياء يعني انت تسويها نعم تحب مثل بقيه الناس تروح بلحظه تروح بلحظه بس مو انه يكبتشونها 700 800 وبعدين تنتشر انا كان هذا قصدي من الموضوع ف بعد راح الفيديو نزل بس الحمد لله انه كان الفيديو كان بسيط وهي كانت كان طالعينها استودع من رمضان اي و... اي أو... فالناس بس انا اقول لك يا الناس تحب الستار وتحترمه فمن آه نزلت سمس. هذه قبلته بكل رحابه صدر. ما كان عليه كثير علامات ما بإساءة شيء, شيء ما بإساءة آه. و... والاغنيه هي بالتالي الاغنيه الكل غنوها نعم والبرنامج كان ناجح يعني الصراحه واحد غناه لحد الان من ما اي شيء كتتر او مشارك لا لا يعني لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله طيب شنو اخبار زيد؟ الطفل زيد شو أخباره؟ متواصل وياه؟ الحمد لله يعني عمليته نجحت الحمد لله وفضل رب العالمين وبجهود الناس الخيره اللي وقفت وياه مالته طبعا اتصلوا علي منظمه م. انسانيه نعم. والله ما يحضرني اسمها يعني أه طيب الصدى ما والله ما يحضرني اسمها يعني سوري نسيت اسمهم المهم ف... قالوا لك اي يعني انه ستار عندنا حاله انه نعم. يحتاج لها عمليه برا وهذه قلت لهم انا شنو اللي اقدر اساعد به أه فسويت لهم حفله م. وتبرعت بهذه يعني ايرادات الحفله انه تكون للطفل للطفل مساعد يروح يتعالج هو كان عنده مشكله بالقلب بالقلب اي ف سوري سوينا الحفله والحمد لله نجحت الحفله فاثناء الحفله انه كانوا ناس قاعدين يعني اصحاب نعم مصارف نعم ببغداد م. وانه من عرفوا انه هذا الحفل انه تبرع <applause> والعالم كلها يعني ما شاء الله يعني يعني <applause> الحضور كان فل ف اثناء الحفله قالوا اكو شخص يريد يعني تبرع يحكي بالمايك قلت لهم اوكي تفضل فقامت قامت ست كبيره بالسن نعم. اجت على على المسرح نعم. ونطيت الماي قالت احنا, احنا, رح احنا فلاني. انا راح اتكف ان احنا البنك الفلاني انا من المشكله ما اي ايه. المهم <applause> يعني نوجه ال... لهم تحيه ايه ال... هم تكفلوا انه بمصاريف السفر الطفل وعلاجه يعني من كانت انه الفكره انه ريع الحفله يذهب الى تكاليفه ايه. لا جت تبر تبرعات جت تبرعات اي الحمد مم. لله يعني تكفلوا بكل كل شيء. عمليات الطفل وسفره وفيزته وكل هاي الامور مم. وسكنه اي إحنا هنا كلش فرحنا طبعا مم. وهذا الشيء يعني انه حققنا أي. انجاز يعني مم. نقول احنا انه وصلنا لهدف مم. ينقذ حياه هذا الطفل نعم. الحمد لله والشكر فرحنا وقلت لهم يلا رجعوا فلوس العالم <applause> ما دام اجوا ناس تبرعوا وزيد <applause> سوى العمليه ونجحت العمليه وخطيه ظلوا متواصلين وياي المنظمه نعم. لأن حتى يثبتون مصداقيتهم نعم وانا طلبت منهم هذا الشيء انه انا أريد اعرف مم. الطفل وين راح يوصل أيه بالوضع حالته الصحيه شونا. اي فالحمد لله والشكر حالته الصحيه مم. تمام التمام ونجحت العمليه ورجع بسلام لبغداد ورجعنا سوينا له حفله آه. فرحنا فيه اه أيه والله أيه. أيه. الحمد لله على سلامته ان شاء الله يا رب دائما <applause> بخير هسه ايش عمره هو والله ما اعرف الصراحه عمره مم. بس يعني صغير هو اي يعني بالعشر سنوات آه. اي طيب صحه والعافيه ان شاء صغر الله صغري. هو موجود الفيديو على اليوتيوب مم. موجود اي يعني مم. دزولي مقطع آه دي يغني اغنيتي الجديده اللي نزلت على روتانا على قناه روتانا احبك واضحه اي ف هاي بعد العمليه اتصور نعم إيه. مم. يعني مم. أنا عن العملية. اي يعني كان استوى طالع من العمليه اي حبيبي ف ايش هاي الاشياء الحمد آه. لله على سلامة الواحد إيه طبعا اي يعني إيه. تحس انه انت سويت شيء يعني مم. ب سويت شيء بهالدنيا انه انقذت حياه انسان آه فهذا الشيء انه تدري اليوم كثير فيديوهات متناقله على منصات التواصل الاجتماعي نعم. انه مثل امنيه حتى الفيديو هذا الاخير اللي كانت طفله اجنبيه عندها قلبه ورادت تشوف آه آه رادت تشوف مطرب هذه الفتره الاخيره هاي الفتره الاخيره, آه الأخيرة نعم. يعني تتداول هكذا انه ايش قد احنا خاصه الناس المرضى وخاصه اذا كان طفل من يزوره شخص مشهور ويخفف طبعاً. عنه وحدة نحن دائما نقول الحاله النفسيه هي ايضا مكمله للعلاج جزء اساسي طبعاً. بالعلاج. ف... تعاون اذا 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 كان اكو تعاون بين الشعب وبين مم. الناس صدقي ما راح يبقى لا انسان مريض ولا راح يبقى مم. انسان محتاج ولا راح يبقى انسان مشرد مم. الكل تتعاون ممكن اني شويه مني بمجالي اقدر اساعد. مم. مجالس تقدرين تساعدين الاخوه كمان يعني نفس الوضع يعني مم. كنا نتعاون يقدر اللي يقدر عليه يساعد به الفقير مم. كنا راح نضيف نضيف يعني وراح يفرح انه يحس انه هو بشر انسان نعم له قيمه بهاي الحياه هو شيء بسيط انه ما مم. ما خسرت شيء يعني صعدت اديت بصوتي غنيت مم. يعني مده ساعه او ساعه مم. ونص مم. انا تونست والعالم تونست مم. وبنفس الوقت احنا نقدنا حياه طفل طبعا ان شاء الله هاي المبادرات تكثر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكثر. احنا ما شاء الله عندنا يعني ناس غيورين و... زيودي زيودي شكراً شكرا في حبيبي فيكي احبها من احبك ربي على يا حبيبي أنا أحبك واحد وانتهى الدرب الحمد لله السلامة الحمد لله انتهى الدرب يا عيني عليه يا عيني الله يحفظه ويشافيه ويشافي كل أطفالنا أنا عرفته أنت بالبصرة من البصره انت بصراوي بصراوي اليوم <تكلم> <تكلم> <applause> شلون تتفاعل مع قضيه البصره هذه قضيه البصره قضيه قضيتهم قضيه مثل ما تفضل المهندس المعماري الاستاذ دكتور ابو زيد يعني ان شاء الله يا ربي انه يهتمون باللي نعم. قاله وينفذون على الاقل ينفذ مم. المشروع يعني إن شاء وينقذ الله. حياه ناس هوايه مم. طبعا مم. آه انت واحد من الفنانين اللي آه يعني آه طلبت انه من الناس انه البصره شاركت بحمله انقذوا تد... البصره نعم. تدعم البصره انه آه بالماي الحلو لان محتاجين آه للماي الحلو يعني مثل ما تعرفون الفتره الاخيره التسمم يعني صار بالمئات مم. نعم آه ما قصر الاستاذ آه عمار الحمداني مم. بالعشر شاحنات مي يعني لوحده انه خطيه دز كل الجهود بالمناسبه في جهود ده. يعني من كل المحافظات بس احنا نقول انه هذه الحلول وقتيه نعم احنا ان شاء الله فاحنا يعني شو اقول لك انه هي هاي كل الجهود بس احنا نريد حلول مو وقتيه الحلول الجذريه تفضل بيها الاستاذ يعني بالضبط. لازم انه ياخذونه بعين الاعتبار حتى نوصل الى حد حل جذري نعم. انه تكون بنى تحتيه بالضبط للعراق م. تكون يعني م. لسنين اي طبعا يعني هو قال هو 20 سنه او 30 سنه نعم للبصرة للعراق كله. كله للعراق م -م. كله طيب ايش اخر نعم. مره زرت البصره شو وقت اخر فتره تقريبا يعني اشهر ما يعني قبل اشهر كنت بالبصره انت ولادتك بصره بس ولادتي بصره بس وعيت ببغداد بغداد. يعني بغداد إيه. يعني هل كانت زياره الفنيه لو لا بس مجرد انه آه هوية رحت عند اصدقاء و ضيفونا ناس يعني كرماء اهل في... البصره اي أيوه. آه يعني ضليت تقريبا خمس ايام هيك ورجعت الى بغداد م -م. م -م. يعني طيب. كضيافه اي وهمنا افترينا بالبصره م -م. ورجعت الى بغداد. واكيد انت من شفت البصر نعم. كنت تتمنى انه الحال يكون احسن من هيك. طبعا مم. طبعا خاصه اذا تشوفين يعني اكو فيديوهات بالثمانينات، السبعينات البصره شلون كانت بالخمسينات؟ اي صحيح شلون كانت وهسه شلون صارت يعني مم. مستحيل يعني احنا نرجع لورا لو نمشي لقدام يعني يعني شيء يقهر والله. إن شاء الله فنتمنى انه العراق يكون للافضل وللاحسن نعم بجهود الخيرين مم ان شاء الله ويبقى بهيبته اكيد يبقى بهيبته <applause> والاغنيه هاي تحكي أنا على نهر دجله والفرات وشط العرب ما اريد اخرب مم الاغنيه <تصفيق> <تصفيق> طيب اي اغنيه وطنيه ممكن نسمعها من هسه؟ اغنيه وطنيه <applause> كثر الحديث عن التي اهواها كثر الحديث من التي اهواها ما شكلها ما اسمها ما شكلها سمراء ام بيضاء عيناك احلى انت ام عيناها جل الذي يخشاه هو ان تترددي فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فعل الخنجر هي أجمل من كل جميلة أحلى منك وأحلى مني هي أجمل من شعر كريم أو كاظم في أروع لحن بغداد 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 Baldão! الله عليك الله <applause> الله يسلم هالصوت يسلم هالصوت حبيب فروسي <applause> شكرا انت تحب هاي الاغنية أو اموت عليها دائما ايه دائما <applause> تغنيها دموع بعيونك أي طبعا بلدنا أي. أي ان شاء الله ان شاء الله يرجع اقوى واقوى ان شاء الله بجهود ش... الطيبين وبجهود شبابه <applause> ورجاله طبعا ان شاء الله آه على ذكر المهرجانات نعم <applause> <applause> آه شاركت مهرجان موازين و وراهم كانت شاركت بمهرجان موازين نعم. موازين طبعا كنت سنوات مم. يعني لازم تكون ثلاث سنين ثلاث سنين يعني السنه يعني ي... الرابعه ممكن يرجع اي بس بس الاستاذ كاظم الساهر استثناء لا أي القيصر هذا استثناء <applause> 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 من حقه أي. اي اي فالوحيد الاستاذ كاظم الساهر أي. انه يحق له كل سنه انه يغني موازين اي فان شاء الله ان شاء الله. يعني بالعكس المهرجانات يعني تقربني من الناس وتخليني قريب من جمهوري اكيد وكان كان لك مشاركه بمهرجان الموسيقى الدولي بالشارجه كان يحضر حفلة, حفله استاذ كاظم شاركت في هذه الحفله مشاركة. صحيح مصحيح. صحيح وغنينا يا الكذاب يا الغشاش بس هو قال هاي مو عليك ترى يعني آه. مو علي ترى هاي مو على ستار <تصفيق> 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 طيب في مهرجان جرش وفي قرطاج وفي مهرجان مهرجانات اخرى نعم أي. انت تحب اي مهرجان كل هالمهرجانات والله كل المهرجانات مهمه نعم و ناسها وجمهورها وتاريخها طبعا وتاريخها اكيد مم. فيشرفني انا يعني باي مهرجان مم. يعني يبعثوا لي دعوه تابعت مشاركه زملائك مهرجان آه جرش مهرجان جرش كان مهرجان سيفو. ناجح أي. وقدموا اغاني تجنن ونفتخر انا افتخر من اشوف فنانين مم. عراقيين مم. يصعدون ويقدمون اغاني آه جميله مم. تليق بالأغنية العراقية. طيب أنت أي مسرح نعم. في أجبك تغني؟ توقف عليه تقول حلمي إنه في يوم من الأيام أوقف على هذا المسرح. حلمي حققته وصلت اللي أريده ذا فايز ووصلت مع الأستاذ كاظم الساهر. مم. أه بس كمسارح مم. يعني أنا أحب إنه يعني على أي مسرح. مم. ما بالك يعني. يعني أي مسرح أو أي دعوة تجيني من مهرجان بالعكس مم. يعني مم. هذا الشيء راح يضيف لي. مم. طيب على ذكر ذا فويس نعم احنا بلقاءات سابقه كل شيء حكينا عن ذا فويس نعم اه انت فزت وكان متابع بالملايين هذا البرنامج صح اي اه اكثر من 100 مليون اكثر من 100 مليون اكثر من 100 مليون مم. كان يشاهد كان الحلقه الاخيره موسم ناجح كان مو الحمد لله موسم ناجح بكل المقاييس يعني نعم اه بعدها الدعم كان هل هو كان دعم معنوي؟ انت فرحتنا طبعا وقتها ايضا كان هناك افراح ببغداد وكل الناس ذاك الوقت كان وقع يعني الفوز إلى طعم آخر نعم صح وراها شنو الامتيازات اللي حصلت عليها يعني أه الدعم والمحبة نعم لكن إحنا نحشي هل أنه شنو اللي تحقق لك أنت طبعا غير الفوز بالمناسبة العالم العراقي كان يعني بصعوبة أنه يدخل للمسرح مم. يعني أثناء الحلقة الأخيرة نعم يعني أخويا يعني كان ضام للعلم و آه. يعني دخلوه وسيمور اخوه همينه كان مدخل علم. امم فكنا متحضرين. هم احنا متحضرين يعني مم. ان شاء الله نقول اني او سيمور انه هذا العلم اليوم ينرفع على المسرح. نعم. اي ف من صاح وستار قبل اقول لهم انطوني انطوني العلم بس انطوني العلم علم يعني ارفعه. فالحمد لله والشكر رفعنا علم العراق. مم. وسط أكثر من 100 مليون مشاهد لا. من خلال قناة الام بي سي وهذا الشيء إنه أفتخر به طول حياتي إنه أنا يعني رفعت علم بلدي أمام الملايين من الناس لا. بالنسبة للامتيازات اللي أنا يعني أكثر أكثر الناس تقول إنه ستار جت سيارات وجدت وبيوت <تصفيق> 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 <applause> كثر الحديث كثر <applause> الحديث <applause> اني ماكو هاي ترى الامور <مم> الله شاهد يعني هم كانت جائزتي سياره نعم <مم> سياره من ال من ال بي سي فقط <مم> لا غير بالنسبه لامتيازات او احد بالعراق انه اجى استقبلني من ابد لا لا خطيه الناس البسيطه حتى ما دخلوهم والله ولا عباس بن فرناس بالساحه ايه <applause> هناك استقبلوني خطيه ايه اذا كان هذا اخوك اللي اللي اخوي يا سيدي سريع ما شاء الله اوه خطيه من الفرحه يعني ايه من الفرحه فقد <تصفيق> <تصفيق> يعني حتى لو ممنوع العراقي دابل اكسرون القواعد ايه ايه ايه. <applause> <applause> الحمد لله هيك ايه. ايه. كانت ايه. يعني. فرحة هاي ابد ما تنسي طبعا مشوارك والناس مثل ما قلت لك انه أحق حقق حققت لنا سعاده كبيره ذاك الله يسلمك الاغاني العراقيه ما شاء الله انتاج بغزاره بغزاره انت لا. اليوم أنا مقل انت مقل ممكن. مو مقل يعني انه أنا متأني. مثل ما نقول اه الاعتيادي الايه العام الاعتيادي يعني. بال بالانتاج الفني أي. يعني المعقول. اي شيء معقول يعني <applause> مو, يومي. مو يومي. <تصفيق> <تصفيق> طيب هوايه اغنيات عند اي اغنيه انت توقفت وعجبتك؟ والله هوايه خاصه اغنيه رحمة الجديدة ام ما حافظها غميناه. بس انا سمعتها اي, أي سمعتها مم. اكيد انت سمعتها اي طبعا أي. سمعتها حلوه اغنيه كلش حلوه وعد اغنيات رحمه صحيح؟ وعد عميات مني عميات. وعد اي وعد مني وعد ما مم. ما حافظها يعني الناس حبتها ساري. كأنه فيما كل واحد يحس انه هي قريبة من عدة الغدر والخيانة وانه ثقتك بالناس وبعدين ولحن لحنها, لحنها توزيعها يعني بيها شغل مم. شغل يعني شغل حلو مم. 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 طيب ما حافظها بعد غير اغنيات بضح. غير اغنيات؟ ايه يعني اللي انا ما اريد اذكرك باغنية لأنه أنت لان انت مصور مصور فد على <applause> الانستا نذكرك اغنيه حمودي مم. محمد الفارس آه. اللي وصلت هسه ما شاء الله اكثر من 100 مليون <تصفح> آه. انا ما عد محمد الفارس ونور الزين <تصفح> اغنيتهم آه. حلوه هذه حظ. حبك يدق بالراس ما ليني حب واحساس غير انت تاج الراس وهذا مكانك حبك سوالف ليل وشفاك طعم الهيل لكن انت عاد تعيل وهذا مكانك واريدك يا غالي يا اللي منور الليالي واريدك حبيبي غيرك ولا يحلالي يا اولي وخيري بس انت شاغل بالي لا انا بنتكلم عن الديو اليوم نعم. يعني صارت هي حاله بالاغنيه العراقيه أه لكن احنا نريد نشوف ديو يعني مطربه مطربه اي اكيد الشيء مو غلط انه يسوون ديو م. يعني انه كان فنان او فنانه مم. وهذا الشيء نجح إيه دليل نجح؟ انه الكليبات الموجوده يعني مم. بالملايين واصله آه. وناس حابيها فهذا الشيء مو مو غلط يعني حلو حلو مم. حلو طبعا نعم. وممكن واحد يساعد الثاني يعني انه ممكن مم. آه اكو فنان عنده نجوميه ممكن قليله مم. وممكن فنان عنده نجوميه اكثر من هذا مم. ممكن هذا عنده نجوميه اكثر راح يساعد مم. الشخص اللي نعم. مم. اللي وياه اي طبعا فهذا الشيء منو يوم حلو. يعني حلو يعني, هم هم يبين الفنان انه عدم انانيته بال بالوسط الفني ويحب انه يساعد اخوه الثاني شيء طب من الاسماء المطروحه مم. مطربات العراقيات ممكن نشوفك مع ديو مع من والله عندنا هواي فنان يعني اصيل هميم مم. الصوت مم. رهيب مم. مم. رحمه <applause> عندنا هواي والله اصوات يعني اصوات هواي يعني ما اريد انه اذكر اسماء واخاف انسى ناس ويزعلون علينا <applause> لا لا, لا, لا <تصفيق> <تصفيق> كان على بالي اسالك بعد هواي اسئله بس انه الوقت داهمنا آه فعندك بعض الاغنيات اغنيتين يمكن وحده صورتها بمصر صح ووحده اسمها آه توعدنا اللي توعدنا صورناها صورناها بمصر هي الوحيده اللي صورتها بمصر الوحيده اللي صورناها بمصر آه بمدينه مدينه الفن نعم <applause> بمصر <تصفيق> آه الاغنيه من آه الحان آه همام حسن وكلمات آه المبدع آه حيدر لسير نعم. واخراج آه الاخ والصديق آه آه المبدع ايهاب الراشد نعم. آه اغنيه متكامله كلام ولحن مم. واخراج يعني كانت آه كلش مم. حلوه وميت وحققت نجاح اي واغنيه ميت آه انت تحبها هاي الاغنيه آه احبها لان كلامها حلو مم. وهم أغنية متكاملة أنا أحب تكون المفردة بالأغنية مثل آه ما تأثر على المستمع تحب تكون أي. تكون يعني. أي. أي. تكون سلسة طيب نختم هذا اللقاء بهاي الاغنيه لو يلا اوكي يلا. اذا شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا اليك هيبتك يا عراق اكيد ان شاء الله بحبتك بحبتك هذا عراق. الكلام لازم إن شاء يعني نشوفها ان شاء الله عن قريب وموفق بكل خطوه شكرا شو جزيلا شو ابرز صفاتك ستار يعني يقولون ستار يقولون ستار احب الناس انه تشرح صفاتي ما احب انه انا احكي عن يعني طيب مثلا لا معروف عنك انه ستار الطيب ستار الجميل ستار المتعاون ما احب انه احكي عن نفسي تدري احنا راح نلخصها كلها نقول ستار الخلوق شكرا جزيلا شكرا تسلمين <applause> <applause> اشكرك آه موفق بكل خطوه تخطوها شكرا جزيلا واحنا دائما نفخر انه شبابنا آه انا اشكركم انتم دائما يعني داعمين داعمين, داعمين الي والسيمور وكل الفنانين اللي طلعوا من ذا فويز واللي <applause> واللي غير واللي ما طلعوا من اكيد طبعا اتمنى لكم موفقيه واتمنى هذا البرنامج يدوم <applause> و سنين <آآ تصفيق> اي ما شاء الله <applause> اكيد خلف الكواليس الشباب طبعا <applause> اكيد <applause> نشكركم على هالجهود هذه واتمنى الموفقيه وشكرا للمخرج أوه. فراس السراي وان شاء الله يا رب يستمتعوا الجمهور ستا يعني هذا اختم الحلقه اليوم اختم يعني شوف يلا نفسك أوكي. شوف نفسك انه انت اليوم الاعلامي اوكي هكذا كانت ظهيرتنا اوكي اميت تراب لياك وبكل شيء ما احس كاره حياتي وحيل ما ظل واهس غيابك طلع الروح وجهك وين ما روح أمشي وأحس الكون فوقا يدايس يميت تراب ليك وبكل شي ما أحس مو قلت لي ما انساك شو كأنك نسيت بعد الحمل ما مال مني وتبرت مو قلت لي ما انساك شو كأنك نسيت بعد الحمل ما مال مني وتبرت اي وعدك وين فهمني اي للموت واعدني مو ميت ترى بلياك وبكل شي ما احس اي ميت ترى بلياك وبكل شي ما احس شكرا شكرا لك شكرا باي باي